وت الطريق الجديده اللي دارها جنب الواد تهود على جنب جنب واد ورطاس وحي زلاقات تهود حتى الرومبا ديال عين السلطان. السلام عليكم خوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحه جيده خوت. ان شاء الله هذا الفيديو غندير لكم بالقنطره الجديده اللي خدموها مؤخرا. القنطره كما راكم تشوفوا القنطره على وادي ورطاس، هذه ورطاس هي من هنايا والجبال ديالها، والقنطره راه خدامه صافي، الوطر خدامين وطلعت الاناره راه خدامه. ان شاء الله شي نهار ندير لكم فيديو الليل نشوفوا الاضواء ديالها. القنطره خدامه والحمد لله، جايه الرابطه بين تزاغين وورطاس وتفوت وجده. الرومبو ديالها كما راكم تشوفوا راه جايه من الرومبو راه الفوق، الرومبو طلع لورطاس، الرومبو تفوت لوجده وجايه على جنبها من هنايا. كما نقول التجزئات اللي كاينين ديال عزيزي وديال الحاج توفيق، وكما راكم تشوفوا الطرق اللي خدموها في الواد، راه هاد الخزنه ديال الضوء. وهاودا مع واد ورطاس حتى ل الطريق. صراحه هاد القنطره داروها زينه، داروها على جنب هاد فوق هاد الواد ديال ورطاس اللي كان صراحه هاد الواد عامر غير بالازبال. كانوا هنايا يربيو المواشي، كل واحد عنده الزريبه ديالو كيجيبو هذاك الصلاح يرميوه هنايا ويوكلوا الكتيبه، وكان هنا الوسخ. الحمد لله مع هاد العام اللي خدم الطرقات ونقى الواد يشكر من هذا المنبر. وهاد الطريق اللي داروها جديده جايه تفوت على ولوت وجايه بتزاغير، اللي بغى يدخل من الناظور يفوت لوجده يفوت لهاد الطريق محايده برا على برا، ما تفوتش للمدينه. اللي بغى يفوت برا برا بلا ما يفوت للمدينه اختصر الطريق. الطريق داروها زعما صراحه في محلها. نتمنوا التوفيق لهاد العامل في الاشغال ديالو، واللي صراحه البنيه التحتيه في مدينه بركان عرفت واحد التغيير جذري تقريبا كما نقولوا، ونتمنوا له التوفيق. وهذه من ورطاس كما تشوفوا، هذا هو الجامع ديال ورطاس. كل شيء ديور من هنا ديال بكري، الديور ديال فين تربينا ديال الحجر.